اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه الفقره دي فقره مهمه جدا، لانه احنا معانا نموذج مهم مصريه قدرت ان هي يعني تحقق حاجه يعني عاليه جدا، على مستوى عالي جدا في مجال العلم ومجال البحث العلمي، وخاصة مجال يعني العلاج يعني المرض العين السرطان، وخاصة سرطان البنكرياس. الحقيقة الدكتور سارة حجي كانت طالبة هنا في مصر في الجامعة الألمانية، ويعني دخلت صيدلة وكمان بايو تكنولوجي، وقدرت ان هي كمان تحصل على يعني الماجستير والدكتوراه في ألمانيا، ثم بعد كده من خلال بحثها قدرت ان هي تحصل على جايزة مهمة جدا في ألمانيا اسمها ريتشنزن هاين، يعني من المركز الألماني لأبحاث السرطان كأفضل بحث في مجال السرطان. وهذا البحث خليني أقول لحضراتكم ان هذا البحث اختير من ضمن حوالي 400 بحث في مجال السرطان في ألمانيا، اللي هو او علاج السرطان في ألمانيا، اللي هو مجال يعني قوي جدا في ألمانيا. الحقيقة احنا بيشرفنا ان تكون معانا دكتور سارة النهاردة على الهواء. صباح الورد يا دكتور. صباح الهنا والنعيم يا رب، شكرا جزيلا مستين. صباح الورد عليك يا دكتور. تسلمي، ربنا يبارك في عمرك. صباح الهنا والنعيم يا رب. اولا يا دكتور احنا يعني عايزين نعرف كده الرحلة بدأت ازاي، يعني لانه موضوع البحث العلمي ده يمكن مش ناس كتيرة جدا، حتى الأكاديميين مش يعني مش دايما بيبقوا عايزين ان هم يتخصصوا في مسألة البحث العلمي، خاصة في مجال صعب زي علاج السرطان. فقولنا الرحلة بدأت ازاي؟ هو الحقيقة الرحلة الحمد لله يعني بالنسبة لي بدأت بحلم وانا صغيرة. انا كنت شاركت قبل كده ان قريبة من قريباتي توفيت اثر اصابتها بمرض السرطان قبل ما اخش الجامعة، والحقيقة ان ده كان الدافع الاساسي بالنسبة لي اللي يخليني ادور على يعني ايه سرطان، ويخليني اقول انا عايزه اساهم في يعني خدمه البشريه من خلال ابحاث السرطان. فدي كانت البدايه، وهو ده اللي دفعني ان انا اعمل الماجستير والدكتوراه بتاعتي طبعا في المانيا. وفي الاول اصلا هو ده اللي دفعني ان انا اخش الجامعه الالمانيه في القاهره الحمد لله، وبعد ما تميزت فيها كانت النتيجه الطبيعيه الحمد لله ان انا اسافر المانيا يعني. طب ازاي يا دكتور قدرتي تجمعي بين ده وبين دراستك؟ أكيد الموضوع مش سهل خالص. لا خالص الحقيقة، من وأنا يعني أنا سافرت ألمانيا وأنا عندي يمكن 20 سنة ونص، وكان في مجموعة من الصعاب قابلتني يعني لا بأس بيها الحقيقة لو واحدة من سني وأنا صغيرة أقولها، إن ما كانش عندي دعم مالي يعني. طبعا أهلي يعني ساعدوني شوية، بس أنا اخترت عشان أنا كبيرة في إخواتي اخترت ان انا اشتغل جنب الدراسه اغلب الوقت، فده كان يعني ده كان عامل كبير الحقيقه. ان هو قضيت اول سنين كده مجهده قوي الصراحه، كنت بدور، انا كنت لسه حتى والله خلاص لكتشر في الجامعه امبارح، محاضره في الجامعه الالمانيه يعني عوده كده، وببص على السنين اللي فاتت. الحقيقه ان انا فتحت ايميلات من اللي انا بعتها للدكاتره، انا بعت لاكبر دكاتره في العالم، وكانت رؤيتي وهدفي واضحين ان انا عايزه حد يستثمر فيا ويساعدني ازاي ابقى باحثه مميزه. والحمد لله كانت هي دي وجهتي، والحمد لله رب العالمين رزقني يعني بوجهتي بالضبط، والناس اللي انا يعني ربنا اختارهم لي في الاخر عشان يبقوا التيم ممبرز بتوعي، اللي هم بروفيسور بروس ادبر، بروفيسور اوريليا تيلمان، يعني ناس من افضل الناس اللي انا عملتها في حياتي. انا عندي فضول اسالك حقيقي، عندي فضول أسألك يعني أنت حلمك توصلي لإيه؟ يعني عايزة توصلي لإيه؟ أوكي، سو أنا عندي دلوقتي الكوتشنج بزنس بتاعي. هقول لك، أنا أصلاً كان عندي اكتئاب بوست بي اتش دي، والاكتئاب دي كانت النقطة بوست الدكتوراه، فالاكتئاب دي كانت النقطة الفاصلة ما بين سارة اللي قبل كده وما بين سارة اللي بعد كده. الحقيقة إن الأثر النفسي للصعاب اللي حصلت لي طول حياتي قبل الاكتئاب كان هو العامل او العامل الاساسي المؤدي للاكتئاب، اللي كانت فيها القرار لا انا لازم انا عايزه اركز في هدفي
انا لازم اكتشف ازاي اروح له. اي حاجه انا محتاجه اعملها عشان اروح له انا هروح له باذن الرحمن. وكانت من هنا فكره التدريب القيادي. فانا الحمد لله والله من فضل ربنا ونعمته عليا ان انا قعدت اكتر من سنتين في اخر الدكتوراه، لا اكشلي سنه ونص، بتدرب تدريب قيادي على طول. كان بيتعمل لي كوتشنج وتريننج، وده ساعدني بقى ان انا مش بس اتغلب على الاكتئاب او لا لا، ان انا يكون عندي كتير قوي ان انا ابقى عايزه افيد غيري. فالحمد لله دلوقتي انا ببني الكوتشنج بزنس بتاعي في المانيا، وهدفي ان انا اكون ست قياديه عالميه. طيب دكتور هتكوني ان شاء الله. دكتور ساره يعني انا برضو عايزه اتكلم. انا بس استنى بس فورد اوكي اتكلم عادي. طيب دكتور ساره انا يعني عايزك تكلمينا شويه عن يعني بحثك. يعني انا قريت شويه في الحقيقه في البحث بتاعك على قد ما قدرت، يعني ان انا احاول افهم شويه، لكن اللي انا فاهمه انه هناك بعض يعني انت عملتي بحث ليه علاقه بالهرمونات كمان، يعني مش بس الموضوع مجال السرطان، لكن علاقه ده بالبحث بتاعك في علاج السرطان، وهو مش السرطان بشكل عام، لان احنا يعني برضو الناس بتبقى واخده انه السرطان هو حاجه واحده، لكن في انواع كثيره. فكلمينا عن البحث اللي خد جائزه ريتشنزنهاين من المركز الالماني. اوكي سو هو مبدئيا اصلا لو تعرفوا البحث بدا منين، اللي انا عايزه اقوله بالجمله دي انه كل سؤال اما بنساله في الاول ما بيبقاش عارفين اجابته، ما بيبقاش عارفين احنا هنتكلم فيه على فين. فانا لما جيت بدات بالبحث بتاعي بدات بوتن اب، كان عندي شويه معلومات وشويه اسئله اسالها، اكتشفت فيها في الاخر وانا بجمع لفوق بقى اكتشفت ان في تاثير للهرمونات الجنسيه على الجهاز الهضمي. وان الهرمونات الجنسيه دي بتطلع من المبايض بتسافر للجهاز الهضمي، بتروح للخلايا الجذعيه اللي هي نوع الخلايا المسؤول عن اعاده تجديد الجهاز الهضمي. والخلايا الجذعيه دي كل مهمتها في الدنيا ان هي تنقسم وتجيب خلايا جديده. فلما بتنقسم وتجيب خلايا جديده حجم الاعضاء بيكبر، اوكي، وده بينتج عنه ان الجهاز الهضمي بيقدر يمتص مواد غذائيه اكتر تروح للمولود. دي العمليه الطبيعيه زي سيركوكا، اتس لايك ا بروسس، دي العمليه الطبيعيه لرب العالمين خلقها. لكن الفكره بقى ان بتعرضنا، كثره تعرضنا من الخارج لهرمونات جنسيه، ده بيؤثر سلبا على صحه الاعضاء اللي هي اعضاء الجهاز الهضمي. فلما يكون في هرمونات كتير قوي دي بتقعد تخلي خلايا جذعيه تنقسم تنقسم بلا توقف. والسرطان ده اصلا بينشأ عشان الخلايا الداخليه بتاعتنا بتفقد السيطره على سرعه انقسامها. فلقيت اكتشفت ان في علاقه ما بين يكون في هرمونات جنسيه عاليه بشكل مستمر الجسم يتعرض ليها وما بين انقسام الخلايا الجذعيه اللي في الجهاز الهضمي. وبالتالي يكون يعني انه يكون البحث في مساله العلاج ليه علاقه ب يعني بـ يعني بـ بالهرمونات الداخليه اصلا يعني. نو اكشلي نوت، لا مش قصدي ان يكون في ضرر في الهرمونات الداخليه، لا اطلاقا. انا قصدي ان كثره التعرض من الهرمونات من الخارج من الخارج او عن طريق او عن طريق الدواء. تمام، دول الحاجتين اللي انا شفتهم يعني، وكمان نتائج كل الابحاث اللي انا بصيت عليها وانا بكتب الورقه العلميه. فالحقيقه انه في الجسم لا، العمليه دي منظمه جدا ورب العالمين عاملها باتزان علشان صحه اعضائنا. لكن احنا لما بنصرف في ان احنا ناخد مثلا اكل من مصادر حيوانيه فيه هرمونات جنسيه بشكل عالي، تمام، ده بيأثر سلبا على صحة الخلايا الجذعية. طب دكتور سارة كنت اتكلمتي قبل كده عن الشباب وفتح المجال قدامهم، ناوية تعملي ايه بخصوص ده؟ اوكي سو الحقيقة ان انا اصلا كنت يعني سبب من اسبابي الرئيسية ان انا كنت امبارح في الجامعة الألمانية في القاهرة هو ان 50% من المجتمع، اكثر يمكن من المجتمع المصري او المجتمع العربي بشكل عام، تحت سن 30 سنه.
والحقيقه ان احنا عندنا الحمد لله احنا عندنا ريسورسز كتير قوي، عندنا موارد غنيه جدا. بس كل اللي انا شفته من خلال تجربتي ومن خلال تجربتي بره هو ان مفيش تخطيط استراتيجي علشان نقدر نستغل او يعني احنا لسه في البدايات، تخطيط الاستراتيجي عشان نقدر نستغل الموارد دي لاقصى درجه. ومفيش فكره الاشخاص القياديين اللي بيحطموا بقى كل حاجه. طب ومن وجهه نظرك محتاجين نعمل ايه؟ والله انا يعني شايفه ان احنا محتاجين نستثمر كافراد وكمؤسسات، محتاجين نستثمر في تدريب الشباب، لان الكوتشنج ده مش معلومات، الكوتشنج ده انا بشيل كل بشوف مصادر كل الحواجز اللي موجوده جوايا. انا مثلا انا عايزه اعمل حاجه بس مش قادره اعملها، او انا مكسله اعملها، اللي هم بيقولوا عليها procrastination. الحقيقه ان دي ليها مصادر واسس جوايا انا مش شايفاها، هي مش في رؤيتي، يعني اللي هي اسمها بلايند سبوت. اوكي، فما تكون دي نقطه عاليه ليا انا مش شايفه مصدرها ايه، هي اللي بتتحكم فيا مش انا اللي بتحكم فيها. فلما اكتشف ايه المصدر بقدر اشيله خالص علشان ما بقاش عندي procrastination، ابقى اللي انا عايزه اعمله اعمله. فلو ظبطنا الكفاءه ولو استثمرنا ان احنا نزود الاداء والكفاءه بتاعتنا بشكل فردي وبشكل فرقي تيم على مستوى التيمز وبشكل على مستوى المؤسسات، صدقوني والله خليني اقول لك ان انا معجبه جدا بيكي يا ساره، وهبقى في يوم من الايام فخوره بمكالمتي معاكي. انا كمان عايزك يا دكتور ساره يعني تدينا كمان يعني نصيحه ورايك في ازاي ان احنا كمان نحسن من البحث العلمي عندنا هنا في بلادنا العربيه وفي مصر بالذات. يعني يا والله سامعيني سام؟ سامعينك يا دكتور، اتفضلي. الثلاث عناصر اللي انا اكتشفتهم هو اول عنصر لازم يكون المشرفين بتوعنا يكون عندهم زي باشن، يكون عندهم شغف كبير ان هم يعلموا الناس الاصغر منهم. وتاني حاجة لازم نظبط ان البيئة تبقى كولابوريتيف، نبقى احنا كل واحد بيشتغل في جزء وبيكسب فيه، مش كل واحد بيكسب لوحده، لان دي حاجة من المشكلة على مستوى المجتمعات عندنا لسه ما طورناش فيها نفسنا بالشكل الكافي. وتالت حاجة ان كل واحد يستثمر في نفسه علشان زي ما قلت الترانسفورميشنال كوتشنج، ان هو يكتشف او يستثمر ان هو يكتشف ايه الحاجات اللي بتحركه اللي ملهاش لازمه عشان يزيلها خالص من طريقه، بحيث ان هو اداؤه في اللعب وان هو يحلم علشان يحقق يبقى موجود، والاداء ده باذن الرحمن يوصله ناحيه تحقيق الهدف ان شاء الله. طبعا احنا يعني فخورين جدا بيكي وسعداء كمان ان انت موجوده معانا النهارده. انت يعني قولي لنا كده يعني المستقبل القريب ده ان شاء الله، يعني ايه المخططه لايه، او عندك ايه تقدري تعمليه في الفتره القريبه القادمه ان شاء الله؟ باذن الرحمن ان شاء الله الفتره دي انا ببني كوتشنج بزنس بتاعي، وبساعد ثلاث فئات من المجتمع لغايه دلوقتي. فبساعد الباحثين اللي هم عندهم نفس الباك جراوند زيي، بساعد رواد الاعمال، وبساعد المديرين اللي هم الناس الهايلي دريفن اللي عايزين يحققوا حاجه كبيره بس في عقبات في طريقهم. فهم دول الثلاث فئات اللي انا مركزه عليهم دلوقتي، لان انا عندي ايمان يعني قاطع باذن الرحمن ويقين ان لو كل واحد بدا من الناس اللي هي الهايلي دريفن، اللي هي الناس اللي عندها طموح عالي، لو كل واحد بدا يركز ويستثمر في التدريب القيادي ده، والله يعني مستقبلنا كلنا جميعا باذن الرحمن هيبقى افضل 100 مره باذن الله يا رب ان شاء الله. نشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتوره ساره حجي، يعني الحاصله على جائزه ريتشنزنهاين من المركز الألماني لأبحاث السرطان. ويمكن يعني هذه الجائزة للناس اللي ما تعرفهاش هي جائزة مهمة جدا في أوروبا وفي ألمانيا في مجال علم وبحث علاج السرطان. هي طبعا سميت يعني على اسم دكاترة، في طبعا هم كانوا يعني زوجين، يعني كانوا
يعني دكاتره وبيبحثوا في علم السرطان، والزوج يعني الحقيقه توفي بسبب السرطان، وكان ده دافع ل يعني عمل مؤسسه ويعني عمل هذه الجائزه. مره ثانيه احنا طبعا بنشكر دكتوره ساره حجي على وجودها معانا في صباح الورد، وهنطلع لفاصل صغير بعد كده هنرجع لكم وهنقول لكم على فقرتنا الثانيه، خليكم معانا.